ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم زي ما انتم شفتم في العنوان، خدع التيك توك. طبعا انا زي اي انسان بيبقى قاعد يسكرول على التيك توك، فبشوف حاجات تعجبني، بشوف حاجات ما بتعجبنيش، بشوف حاجات غريبة اللي هو اول مرة اشوفها اصلا، ففي حاجات بصراحة بتستفزني شوية وببقى عايزة اللي هو لا ده انا اقوم اعملها بقى، لا ده انا لازم اجربها. النهاردة ان شاء الله جمعت كام فيديو كده انا شفتهم بصراحة اللي هو سهلين، تافهين، مستفزين، عايزة ان انا اجربهم اشوف فعلا النتيجة دي حقيقية ولا فيك كالعادة زي كل التيك توك بالظبط. دلوقتي هبدأ ان انا اعمل الخدع بتاعت التيك توك بس في الرسم. يلا بينا نبدأ. اوكي، قبل ما نبدأ سوري لو ليا ضل هنا بيتكلم بس علشان الاضاءة وكده. تاني حاجة، قبل ما نبدأ هنقول بسرعة فقرة الكومنتات. المرة دي هيبقى فيه تغيير. الفيديو ده ان شاء الله هختار اول 3 كومنتات بس هما اللي هيطلعوا كل مرة في بداية الفيديو. دول اللي بيبقوا فعلا مفعلين الجرس عندي على القناة وبيبقوا بيشوفوا اول الفيديوهات بتاعتي، لازم تعملوا كومنتات دلوقتي حالا وبسرعة. اول فيديو معانا عبارة عن ايه؟ هي بتجيب كانفس كبير او لوحة كبيرة وبتبدأ ان هي تحط عليها الوان. طبعا اكيد انا متأكدة ان الالوان دي اكلاريك. بتبدأ ان هي تحطها بالسكينة او ايا كان الاداة اللي هي بتوزع بيها. الالوان كلها فاتحة، ما فيهاش الوان غامقة. وبعد لما الالوان دي بتنشف بترسم عليها بس رسومات صغنونة جدا، فباين انه الموضوع ده سهل وباين انه عادي ان هو يتعمل. فاللي احنا هنعمله دلوقتي انه انا هقوم على المكتب اشوف هو فعلا سهل ان هو يتعمل ولا صعب كالعادة. اوكي، انا هنا طبعا بستعرض حركاتي في المونتاج، يعني انتوا عارفين طبعا بمنتج تحفة يا جماعة، يا سلام. المهم طبعا في الفيديو كان كل الالوان اللي هي عملتها كباك جراوند كانت فاتحة، فاللي احنا هنعمله برضو المرة دي ان احنا هنعمل كل الالوان بس هنضيف عليها اللون الابيض بحيث انه يفتح من الالوان. انا عندي الوان كتير، عندي الوان فاتحة على الوان غامقة زي ما انتوا شايفين، بس برضو هزود عليها شوية ابيض حتى لو نقطة نقطتين كده على اساس ان هو برضو يديني درجة افتح شوية. فهحاول ان انا امكس الالوان كويس مع اللون الابيض على اساس ان الالوان تظبط معايا. طبعا وانا بمكس اللون الاخضر ده كان وحش جدا 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 وكان بيقطع وبيحبب. فلو انتوا عايزين تجربوا الخدعة دي لازم تتأكدوا انه الالوان تكون مدموجة كويس قوي 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 في باليت لوحدها قبل لما تبدأوا تحطوها على الورقة او على الكانفس او على اي شيء. طبعا انا هنا قربت شوية علشان تشوفوا الجمال لما اللون بيبقى مدموج كويس على الباليت وبعد كده بتدمجوه على الورقة بيبقى ناعم جدا زي ما انتوا شايفين، وهو ده المطلوب من الاخر. الهاك دي او الخدعة دي او الحيلة دي محتاجة الوان ناعمة جدا. كمان لو انتوا ما بتحبوش ان انتوا تدمجوا اللون الاكليريك مع مية علشان يبقى القوام بتاعه اكليريك، في ناس مش بتحب ان هي تدمج الاكليريك خالص مع المية، ممكن تستعملوا الجيل المناسب للالوان الاكليريك وتدمجوها. بس المهم ان انتوا تكونوا اتأكدتوا ان القوام بتاع الالوان الاكليريك ناعم جدا. وممكن برضو ان هي تكون في العلبة بتاعتها القوام بتاعها ناعم، بس بقول انه لازم تتأكدوا ان القوام بتاعها ناعم عشان بعد كده هتتعبكم قوي. كمان في درجات هنا انا دمجتهم مع بعض باستخدام لونين او 3 الوان. كل الدرجات اللي انا دمجتها مع بعض هسيب لكم اللينكات بتاعتها وبتاعت الفيديوهات بتاعتها في الديسكريبشن تحت. وبعد كده طبعا بعد ما اكون خلصت الطبقات ديت لازم اسيب الطبقات دي تنشف تماما. هي بصراحة اخدت معايا 3 ساعات، ممكن تاخد معاكم اكتر من كده، فكل واحد وعلى حسب الالوان بتاعته وعلى حسب الماركات، وطبعا اختلاف الماركات بيخلي كل حاجة تختلف. فسيبوها تنشف على راحتها لو انتوا عايزين تجربوا الخدعة دي. هنا بقى بعد لما اتأكدت ان الطبقات دي نشفت تماما تماما تماما، لان اي طبقة هتبقى لسه ما نشفتش هتبوظ الرسمة اللي هتترسم عليها. فبعد لما اتأكدت ان هي نشفت هبدأ بقى ان انا ارسم رسومات صغيرة جدا على الطبقات او على الدوائر او على الحاجات اللي انا عاملاها. بصراحة هي مسلية، مش هقول ان هي
مش حلوة، لأ هي مسلية بس متعبة جدا، متعبة ومرهقة وبتحتاج وقت ومجهود وحاجات كده كتير. فأنا هسيبكم كده تتفرجوا على الرسومات اللي أنا برسمها وأرجع لكم تاني. اوكي دلوقتي اختصارا للوقت ولكل الكلام ده، انا هرسم كل الرسومات وفي الاخر هسيبها تنشف وهوريكو النتيجة النهائية. اوكي ده شكلها بعد لما خلصت، وبصراحة رسومات حلوة يعني، هي عجباني في الاخر، بس الوقت والمجهود يا جماعة اللي اخدته فظيعة 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 بجد، لو كمية مجهود مش طبيعي علشان ارسم رسومات اللي هي سهلة جدا اصلا. اول خدعة جربتها بصراحة صعبة جدا 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 جدا، بس رأيي الاخير في الرسمة دي انه هي في الاخر بيبقى شكلها بصراحة حلوة جدا، بس بتحتاج اول حاجة مجهود كبير جدا علشان خلط الالوان، وكمان انتوا لو عندكم العلبة بتاعت تلات الوان الاساسية واللونين الفرعيين او اللونين المحايدين اللي هما الاسود والابيض، هتتعبوا جدا علشان تجمعوا كل الالوان دي. يعني انا ذات نفسي قعدت اللي هو هقولكم ايه، انا قعدت فيها ساعتين بس علشان ادمج الالوان واحطها على السكتش، والسكتش على فكره ما كانش كبير يعني، كان مساحته قد كده، هي بتعمل كمان اكبر من كده بكتير. فاول حاجه ان هي بتهدر الالوان بطريقه مش طبيعيه، بتاخد الوان كتير. تاني حاجه فيها انه هي اصلا مش سهله، يعني الحاجات دي بتبقى المفروض هفن اللي هو ممكن حد مبتدئ يعملها، ممكن حد اصلا ما بيحبش الرسم يعملها، لكن الحاجات دي متعبه وفعلا بتبقى محتاجه تركيز دقه، بما انها كمان حاجات صغنونه قد كده. ف نو مش هجربها تاني، مع ان شكلها في الاخر بصراحه عجبني، بس مش كل حاجه بتعجبنا في الاخر بتبقى حلوه. بما انه التقييم هيبقى من 5 فهديها 2 من 5، مش هديها اكتر من كده بصراحة. دلوقتي هنيجي للخدعة اللي بعد كده. الخدعة اللي بعد كده والله يا جماعة انا لما شفتها قلت ايه السهولة دي، ايه التفاهة دي، فقلت لازم 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 ان انا اجربها، لان هي فعلا سهلة جدا اللي هو ايه ده. وفكرة ان انا كمان ارسم بالسكينة دي مش عندي، يعني زي ما احنا شايفين هنا هي بدأت ان هي تخلط لون، وبعد كده بدأت ان هي تميكس اللون على الورقة ذات نفسها اللي هو اللون الرمادي، فبان ان هو في تشبيح كده اسود على لون ابيض، الشكل العام في الاخر حلو قوي. زائد ان هي ما استعملتش الا السكينة والبتاع اللي هي بتاعت الكيك دي، انا ما عنديش طبعا بتاعت الكيك، فهستعمل اي كيس عندي في البيت هستعمله. بعد كده بدأت ان هي ترسم الورد بالبتاع اللي هو بالسكينة بتاعت الرسمة عادي. دلوقتي هنقوم نجربها مع بعض وارجع لكم تاني. انا هنا بصراحة ما حبيتش اشغل دماغي كتير يعني، وان انا اعمل الوان مختلفة وحاجات مختلفة وتصاميم وحوارات كده، قلت لا انا هعمل الحوار كوبي بيست يعني، مش محتاج اصلا، لانه كده كده انا بصراحة مش واثقة ان هي تبقى شكلها حلو في الاخر. فبدأت الاول ان انا اميكس اللون الاسود مع اللون الابيض، بس طبعا مكترة اللون الابيض عن اللون الاسود، يكاد يكون اصلا اللون باين لكم ان هو ابيض بس علشان الاضاءة، لكن هو في الحقيقة اللون بتاعه رمادي فاتح جدا.
وطبعا بالنسبه للون الرمادي انا هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت. ده كان فيديو انا كنت عملته بقول لكم فيه ازاي اكون الدرجات بتاعه اللون الرمادي، وانه اللون الرمادي مش درجه واحده بس، هو درجات كتيره جدا، فهسيب لكم اللينك بتاعه تحت روحوا اتفرجوا عليه. المهم انه في الفيديو لازم ان انا ادمج واعمل كل حاجة بالسكينة، فطبعا الخلفية دي كان لازم تتعمل بالسكينة، وكمان لما ابدأ ارسم الشجرة لازم ارسمها ببتاعة الحلويات، فانا هنا استعملت كيس زغنون كده. لو اقول لكم يا جماعة كمية الصعوبة وانا برسم بالكيس البلاستيك ده، صعوبة والالوان قاعدة تبوظ والدنيا قاعدة تتعمل، فقلت لازم استعمل الفرشة، وفعلا بدأت ان انا استعمل الفرشة علشان اضبط الرسمة بتاعت الشجرة، لانها كانت شبه بايظة اصلا من كتر الالوان. طبعا ده الشكل النهائي اللي حاولت اضبطه بعد لما الالوان كانت كتير جدا على الورقة. بعد كده هبدأ ان انا اشيل اللزق اللي انا كنت حطاه على اساس ان انا اعمل بقى بالسكينة بالالوان، وفعلا بدأت ان انا ارسم بالسكينة على الشجرة. طبعا لو اقول لكم كمية الصعوبة بجد وانا برسم وبحاول، السكينة السكينة على فكرة حلوة، بس الموضوع مش عايز يزبط معايا، يمكن انا ايدي علشان مش متمرسة على الموضوع ده، بس هو مش حلو، يعني الموضوع مش حلو خالص. زي ما انتوا شايفين المنظر عامل ازاي، كأني لسه في تانية ابتدائي. انا لو برسم فعلا وانا لسه في الحضانة مش هرسم بالاسلوب ده، ومش هتبقى الرسمة عاملة كده في الاخر. فحاولت اضبطها على قد ما اقدر، وهو ده شكلها. الريفيو اول حاجه واهم حاجه انه هي وحشه، يعني ببساطه مش حلوه ابدا ابدا، وحشه جدا. ولا خلط الالوان على الورق حلو، لانه بيتركز في مكان والدرجه بتبوظ في المكان التاني، ولا الرسم بالسكينه بالبتاع ده شكله تحفة زي ما هي رسمته وشكله واو قوي كده، الرسمة وحشة وشكلها معفن ويعني انا عايزة اقطعها اصلا، انا دي مش هسيبها عندي. دي قرف يعني. فعلا التريكات او الهاكس دي المفروض ان هي تنفع زي ما انا قلت في اول الفيديو للناس اللي بتعرف ترسم والناس اللي مش بتعرف ترسم، لانه هي هاكس يعني، حاجات خدع خدع اللي هو اوريدي اي حد يعرف يعملها، فانا بعرف ارسم ومش عارف اعملها. مهم ان الرسمة دي او الخدعة دي هديها 0 من 5، مستحيل تاخد اكتر من كده، هي 0 0 0 من 5، لان هي وحشة جدا، التنفيذ بتاعها وحش جدا، بتاخد الوان كتير برضو، استعملها مش حلو، الشكل العام في الاخر مش حلو، زائد انه هي ممكن تتكسر او تتقطم بعد لما احنا نخلص الرسمة وتبقى بيرفكت، ممكن بعد كده تبوظ يعني تتكسر، او لو في هواء لمس البتاع، او لو في ستارة او اي حاجة ممكن ان هي تقوم واقعة كده فتتكسر. المهم ان هي وحشة وهديها 0 من 5. اوكي دلوقتي هنروح للخدعة اللي بعدها. بصراحة انا كنت شايفة الفيديو على التيك توك، بس بعد كده لما حاولت ان انا ارجع واجيبه ملقتوش نهائي نهائي نهائي. ببساطة ان في واحدة بنت جابت الكتاب وجابت الهايلايتر اللي هو اي لون هايلايتر عندنا، وبدأت ان هي تعلم، فقالت انه في حاجة ممكن ان احنا نشيل التعليمة بتاعت الهايلايتر لو احنا مش عايزين نعلم على الجزء ده من الكتاب، وهي انه هي باستخدام الاعواد القطنية نبدأ ان احنا نحط عليها عصرة ليمون ونمسح. فطبعا دي اكتر حاجة استفزتني، لو انا عايزة اجرب دلوقتي حالا، فهجربها معاكم، روحوا اتفرجوا على الفيديو ونرجع تاني. انا هنا عندي مجلة ناشونال جيوغرافيك علشان انا مثقفة جدا، يا لهوي يا لهوي على الثقافة. المهم هبدأ ان انا اعمل بالهايلايتر على الورقة، وبعد كده هبدأ ان انا اجيب العود، وهبدأ ان انا احط شوية عصرة ليمون او شوية ليمون عليه، وهبدأ بالراحة ان انا اشيل الهايلايتر وبيتشال. طبعا انا هنا اقول لكم كمية الصدمة اللي انا كنت فيها، والله يا جماعة ما كنت مصدقة، اللي هو نعم انتوا بتهزروا، جربتها تاني من كتر ما انا مش مصدقه، بدات ان انا اعملها لقيتها تاني بتتشال، قلت لا بقى لا بقى، فاتشالت وطلعت الهاك فعلا صح. اكتر خدعة عجبتني في كل الخدع دي هي الخدعة دي، تحفة تحفة تحفة. ايام لما انا كنت في ثانوي كنت بقعد اعمل هايلايتر على كل حتة في الكتاب،
الموضوع ده بيحسسني ان انا مذاكرة، بس كان ساعات ببقى عايزة امسح اماكن لانها اصلا مش مهمة، يعني مجرد حاجات مش هتيجي في الامتحان، فلما كنت بعملها خلاص بقى الموضوع منتهي، مستحيل ان انا امسح الهايلايتر. فلو كنت اعرف الخدعة دي من زمان كنت بجد 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 هغير كل الكتب بتاعتي. فبجد الخدعة دي تحفة وهديها 5 من 5. اخر خدعة هي محتاجة شوية صابون كتير قوي. الخدعة عبارة عن الناس اللي بينسوا الالوان بتاعتهم في البالت، فالحد لما بتنشف وبتبقى خلاص هتترمى، فاحنا نعمل عليها شاور جيل وهو اوريدي ايا كان اللون بتاعه بيبقى شفاف في الاخر، ونبدأ نميكس باللون ونرسم بيه براحتنا لحد لما يخلص. فهنجرب دلوقتي الخدعة دي وبعد كده اقول لكم ريفيو. يلا بينا. طبعا انا الباليت بتاعتي غنيه عن التعريف، يعني ما شاء الله عليها ما شاء الله عليها، ما بتفضاش ابدا من الالوان. طبعا يا جماعه الالوان اللي انا بستعملها دي جواش، بس جواش او الوان مائيه، يعني الخدعه دي ما تنفعش للالوان الاكريليك او الالوان الزيت. انا بقول لكم اهو تاني، الخدعه دي للالوان الجواش او الالوان المائيه. تمام. المهم ان انا بدات ان انا احط شاور جيل. طبعا بصراحه اقول لكم على حاجه، انا كنت خايفه وانا بحطه او وانا بحط الشاور جيل على الباليت، لانه الشاور جيل بتاعي لونه اصفر غامق يعني برتقاني يعتبر، بس ما بيعملش اي حاجه، هو فعلا بيقلب شفاف زي ما هي قالت في الفيديو، ومش بيأثر على الالوان ومش بيبان اصلا اللون بتاعه، وبيطلع لك اللون زي ما انت دمجته بالظبط، وبصراحه تحفه تحفه تحفه. طبعا انا ما كنتش مصدقه، فقلت انا هجربه على لون غامق كمان علشان ابقى كده اتاكدت يعني فعلا هو تمام ولا هو ممكن يكون بيفتح اللون الغامق. فلقيته لا، ان هو زي ما هو اصلا اللون ده كان خفيف، فهو ادى الافكت بتاعه بالظبط، ولا فتحه ولا غمقه، هو كان بقايا لون اصلا. وطبعا هنا انا جربت الاخضر بس الكاميرا للاسف ما كانتش بتصور. اخر لون بقى جربته علشان اقول فعلا الهاك دي تمام ومية مية، هو اللون الرمادي الفاتح جدا اللي انا كنت عاملاه من شوية. بصراحة هنا كنت مترددة، قلت اه هيبقى باين اللون بتاعه شوية، مش عارفة ايه هيبوظ الدنيا، بس بجد هو بيرفكت والخدعة دي بيرفكت. انا طبعا هنا وقفت كده ثانية قلت ايه ده، لان الموضوع طلع بجد بقى. بصراحة الخدعة دي حلوة جدا جدا جدا، وانا مكنتش متوقعة ان هي اصلا هتعمل كده. قلت الصابون اول حاجة هيبقى فيه لون، يعني هيبوظ اللون اللي انا حطاه. حتى انتوا لو شفتم في الفيديو انا استخدمت اللون الفاتح واللون الغامق واللون الاغمق، اللي هو انا في الاول استخدمت لون محايد اللي هو اللون البينك شوية، بعد كده او الخوخي قصدي، بعد كده استعملته على اللون اللبني، بعد كده استعملته على اللون اللي هو الابيض، بعد كده استعملته على اللون الرمادي الفاتح. فبصراحه بصراحه الخدعه دي حلوه جدا جدا جدا، بالذات انه ساعات الميه ما بتبقاش كفايه ان هي تسيح اللون، بيبقى يعني ثابت جدا على الباليت. فبجد بجد الخدعه دي بديلها 5 من 5 لانها فعلا حقيقيه. اوكي، دي تركاية كده من عندي، ده بيبقى شكل ايدي بعد ما بخلص الوان او تلوين عامه بالالوان الاكريليك. بعمل ايه؟ بجيب قطنة وبجيب الاسيتون، اي نوع عادي على فكرة، وببدأ ان انا احط اسيتون على القطنة واشيل الالوان، بس طبعا بالراحة لان الالوان الاكريليك بتبقى ثابتة جدا على الايد. في حالة الالوان الجواش بغسل ايدي بالمية وخلاص، لكن الالوان الاكريليك بتبقى ثابتة جدا على الايد ومش بتطلع الا بالطريقة دي. فجربوا تعملوا الموضوع ده لو انتوا بتستعملوا الالوان الاكريليك، هيعجبكم جدا. وده شكل ايدي في الاخر بعد ما نضفت، وبس كده. وبس كده نكون خلصنا الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، وكمان تعملوا سبسكرايب في القناة، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة اللي انا بعملها. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.